اسم محمد بن محمد الله يوسف، ملك عقار هاش 17، متضرر من الوضعية المأساوية اللي يعيشها سوقنا هذا، واللي استمرت أكثر من سنة زايدة. نعيش معاناة مع هذا الباعة المتشولين اللي أغلبيتهم أجانب، 90% منهم على الأقل يدعون أجانب. و و و و و و و الجنه البلديه عندنا كارم رساله، عندنا كارم اجتماع بالعمده مستشارينهم مساعدينها، ضبط الناس من خطط العمل اللي مجديه اللي ما رينا نتيجه، ما الله قاعد لفاقمه العمل عليهم. اللي عادوا طوابل كل طابله تولي سنتين وراها. والجنه من الطرق يعني الطريق قدامنا مسدوده. ما اجبرنا نتجاوب عندهم للاسف الشديد، وجينا للحاكم مره، الحاكم السابق والحاكم اللي وحي الله. حقيقة فقدنا الأمل في حلول، السوق بدأت الناس تهاجروا، يعني ما تلقى دخل البضاعة ولا تلقى تفرقها منه. ما قاعد الزباين اللي يجوا يشتروا قاعد الكروية قاعد عاد خارج الموضوع، قاعد احنا ما نتوقعوها. وشاكين قال الله، الله يشتكى. قدمنا شكوى للجهات المعنية كاملهم. للأسف ما الله اللي عن فم، ما الله اللي عن فم إرادة. ساعة يقولون عن لو دارهم نقطة أمنية وعن ما عندهم الفضل باش يمولوها. ساعة يقولون عنهم ما عندهم شي قاعد للناس، عندي خايفين رواية تهدد السلم الاجتماعي. وأنا ماني قايل عن مدة مظلومة محاصرين ديارها وباتيقها. هذا هو تهديد السلم الاجتماعي. طبعا نوجه من خلال منبركم انتم المحترم للراي العام الوطني، رئيس الجمهوريه والحاكم، حاكم مقاطعه ابلاغ زينه، والرئيس المجموعه الحضريه، والعمده مره خرجيناها غير اكثر مره عنها تحاول تزول عنها هي الحاله اللي احنا فيها، العدل اللي تريد عن الاخر عن يهدد كيان الدوله وديمومتها. السلام عليكم.